فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى يبلغ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رد رأيك يا سمراء، أحسن الله عليك. هكذا نكون، الله يثبتنا لكم الحق يا رب. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا بعلوم وعلوم الصالحين في بلوغ المرام، قال: باب المسح على الخفين. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قال: متفق عليه. رضي الله عنكم. طيب، هنا الحديث حديث عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما منكم من أحد يتوضأ. طبعا الحديث عن عمر، وعمر وما أدراكم ما عمر، الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، الخليفة الراشد، وهو أعظم الخلق قدرا بعد النبي وبعد أبي بكر. قال رسول الله: ما منكم من أحد، على التعميم هو الآن، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. طب هو قال ما منكم من أحد يتوضأ، مع أنه على العموم، لكنه قال منكم، فالخطاب إلى المؤمنين، فلا يقال بأن هذا من العموم الذي رد به الخصوص على أهل الإسلام. لا، ليس بصحيح في هذا الباب. الأمر هذا هين الحمد لله، ليس كالمغرب، إن شاء الله ننتهي سريعا. فنقول أنه الخطاب للمؤمنين: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء هو وصول الماء للعضو، إسباغ الوضوء هو وصول الماء للعضو، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء. أولا فيها فضل الوضوء، حفظكم جميعا، وفيها فضل الذكر بعد الوضوء. من صاحبك؟ خلاص احمد جاي، معلش، ما انا ما قلت لك، انت ما رايت، انا قلت انت فهمت ان نجلس نشوف نتصرف معه يعني. بس احمد بالله، لا عشان احمد جاي، خلاص ماشي اخي الكريم. اقول: فضل الوضوء والاسباغ وصول الماء للعضو، وفيها فضل الذكر بعد الوضوء. وفيها بدعية الذكر مع كل عضو من الوضوء، كما قال الغزالي وغيره من وجوه المذاهب، يقولون: فإذا غسل وجهه قال كذا، وإذا غسل ويديه قال كذا. هذه بدعة لا أصل لها، لأن الأصل في ذلك أن الوضوء عبادة، والعبادة التوقيفية لا يصح الإنسان أن يتحرك فيها قبضا أو انبساطا إلا بدليل، ولا دليل على أي ذكر يقولونه. لما قال للأخ أنه استحسنه بعض الشافعية العلماء، يعني ذاب جلدي، ذاب استحسنه، وش استحسنه؟ وأصل المذهب عند الإمام يقول: من استحسن فقد شرع. وهل الأئمة يستحسنون؟ الاستحسان هذا يكون على أثر الشرع، ولا وجود لأثر الشرع في هذا الباب. فالدعاء بعد الذكر فيه دلالة على أن 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 الذكر أثناء الوضوء بدعة وليس من السنة. الأمر الثاني والثالث، وهو أن الذكر الذي ناسب بعد الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذه معناها أنه في كل عبادة يختتمها بأنه يقول تحقيق التوحيد بهذه العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن قلنا توحيد الإلهية هي توحيد الله بأفعال العباد، فهنا وحد بالبدن فوحد باللسان، وحد بالبدن وضوءا فوحد باللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. وطبعا كما قلنا الأشاعرة يجعلون الإلهية ربوبية، طبعا خلاف اللي عندهم، لكنهم حقا يجعلونها الربوبية. لا، ولذلك هم
يقعون في كثير من المسائل المخالفة لتوحيد الإلهية. قال لا شريك له تأكيد لتوحيده سبحانه وجل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيها أنه ما ذكر الله إلا ذكر النبي حتى بعد الوضوء، حتى في الذكر ما ذكر الله، وهذا تحقيق لقول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس ما ذكر الله إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال وأشهد أن محمدا عبده، والشهادة هنا لها لفتة معينة. وش اللفتة في وأشهد؟ يا ماجد أنت تسكت خالص، أنت فقط تبتسم وابتسامتك غنية لنا عن الكلام. الالتفات يعني ممتاز. فين أحمد؟ هو فيش التفات خالص في الباب في المرتين لكن أزهى طبعا في الثانية، لكن في المرتين. أحمد فكر صاحب اللغة. ماشي ممتاز، هذا بس في قفة عندها واسكت ما بتكلمش كتير. وهذا هذه الشهادة لا تكون إلا عن علم، ومعنى ذلك أنه يرى مظاهر الربوبية في الأولى ويرى المعجزات النبوية في الثانية. فاللفت هنا في أنه ما شهد بنبوته إلا بعدما رأى إيش علامته، ما شهد بنبوته إلا بعدما رأى علامة النبوة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فجمع له بين العبادة العبودية والرسالة، والعبودية أشرف ما تكون للإيش للمكلف، المكلف أشرف ما يوسم به العبودية، صحيح؟ فيبقى إذن قال الله جل في علاه سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا قول الله جل في علاه ولما قام عبده في الدعوة فلما قام عبد الله يدعوه عند الإعجاز والتعجيز، وإن كنت في رب مما نزلنا على عند شرف الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالحاصل العبودية، جمع له بين العبودية ليعلم أنه عابد وأنه عبد لا يتكبر عماد الله، لا يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون، ورسوله الرتبة الأعلى حتى توقر، يبقى تنظر له بعين العبودية، ليس ربا يعبد من دون الله جل في علاه، وتعلم بأنه عابد لربه جل في علاه، مفتقر إلى الله، يحتاج إلى ربه. والرسالة رتبة فوق البشرية، أن توقر وأن تتبع وتنقاد. نعم، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ويتبع فينقاد له في هذا الباب، وجمع له بالرسالة. إلا لو قال بذلك، شوف كم ضيعنا من هذا الخير، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فيها أمور، الأمر الأول وجود الجنة ردا على المعتزلة، الأمر الثاني أن الجنة لها ثمانية أبواب والله له حكم. طب ليه ما الجنة ممكن يجعل الله جعل بابا واحدا يعني يلملم كل الخلق والله على ذلك قدير؟ ليه ما ها دلال على إيش؟ لا، الأصل الأول التفريق بين الرتب، التفريق بين الرتب والعبادات المتنوعة. ولذلك ترى من تفريد الرتب أن رجل يقف والأبواب الثمانية تفتح له كرامة له، ليعلم كل الخلائق من لدن آدم إلى آخر الخليقة كم مكانت هذا الرجل عند ربه، كم مكانت هذا العبد عند ربه جل في علاه. وهنا قال أنك لو قلت هذا الذكر دخلت من أي أبواب الجنة ثمانية. ما هذا؟ هذه المسألة يعني أشكلت على العلماء كثيرا. ليش؟ قد يفعل ذلك وسيأتي تغلب أحسنته. كيف يدخل؟ ده أبواب الثمانية، يدخل من أبواب أي أبواب الثمانية في الجنة دخل. فيعني المسألة فيها يقال يعني سيدخلها لا، وحقيقة الأمر من واظب عليها كان موفقا وتفتح له أبواب الجنة ثمانية، لأن الله جل في علاه لا يجره مواظبا عليها إلا أن يكون له المكان عند ربه، فتفتح له أبواب الجنة الثمانية. وهذه فيها دلالة أنه لا يستقر لا صغيرة ولا كبيرة، أنه كل ما واظب كل إيه ما محى، كل ما واظب كل ما محى. تعلمون بأن لو على العلماء الذين قالوا بأن عرفة أو عاشوراء تكفر سنة ماضية ومقبلة على الصغائر، قالوا طب الرجل ما عندوش غير الكبائر، قالوا إيه
تنزل من قدر الكبائر، تنزل من قدر الكبائر بقدر الصغائر التي ستكفرها تؤخذ من الكبائر، فالكبيرة دي ممكن تنزل بعد كده لإيش؟ لصغير، تنزل لصغير. وطبعا ما بس هي المواظبة مش هتأتى إلا وأن التوحيد امتلأ القلب في هذا الباب، لا يمكن أن تراه مواظبا إلا واستقام توحيده واستقامت عقيدته. المواظبة المواظبة يعني من أهم العلامات على رضا الله جل في علاه. طيب الفوائد المستنبطة، الفوائد المستنبطة فضل التوحيد، دلوقتي الأخ بيقول الحديث في البخاري لو تراجعوا حديث إيش شيخنا، حديث العنزة في البخاري، ومن هم العنزة؟ أنت بتتكلم على إيه؟ تكلمت على وجود الكلب والبنت اللي كانت اتأخذت بيد الأخرى ومر الكلاب والحمير أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هاتوا لي الحديث ده من البخاري. هي فيها إيه إنك تراجع خاصة؟ أنا أصلا لو أخطأت خطأني، وهات هات لي الحديث ده من البخاري. فين الإخوة اللي معاهم الموبايل؟ هاتوا لي حديث من البخاري. حديث ده في البخاري؟ بعد على بعد العنزة، بعد العنزة ايش فيها؟ احنا بنتكلم على الحديث اللي مرت بينه الحمار والكلب يحتجوا بيه على ان الكلب والحمار لا يبطل الصلاة، ناخد ما تفهمش. وقلنا ذلك ايضا على مسألة المقام، قلنا كل اللي مر فين؟ وراءه. فدي اصل ده غير اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم ان هو كان يصلي ومر الحمار والكلب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم تبطل الصلاة، وده اللي بيحتج به جماهير العلماء على أن الثلاثة لا تقطع بها الصلاة. مسلم مر بين يديه، يعني بين يديه السترة، خلاص يبقى فين العنزة من مر وحتى في قول مر بينهما بعضهم حملها على المر بينه وبين العنزة، وهذا باطل، لأن الرواية الأخرى قال إيه؟ ولا يضر من مر وراء ذلك. فكل ما جاء في رواية ما بين يديه كان المقصود به إيش؟ يحمل على وراء ذلك. مخلطة حتى في الفقه، عشان كده مش عارفين الأبواب اللي ما فائدة العنز الصحيح في هذا الباب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان التصق، ها؟ ما أنا عارف إنك فاهم كده. ضعيف على إيه؟ على ما قلت في الوصف في هذا الباب. ولذلك حتى لما قلت في البخاري على مسألة أنه صلى والنساء والرجال يمرون، قلت هذا من وراء المقام، مش العنزة، مش العنزة. العنزة ما كانت في الحرم، العنزة كما قال ابن عمر في البخاري أنه كان إذا خرج للخلاء ركزت له الإيش؟ العنزة. فكل حديث جاء فيه العنزة المرور فيها أين؟ من وراء. الكلام على حجة الأئمة الأربعة في حديث ضعيف إنه مر أمامه الحمار، وقالوا هذه دلالة على، أو الكلب قالوا دلالة أنه لا شيء يبطل الصلاة. وأحمد خالف الأئمة وقال يبطل الصلاة الكلب الأسود فقط. ليه؟ خرج المرأة بحديث عائشة وخرج الحمار بحديث ابن عباس، قالوا ما في دليل صحيح ثبت بإخراج الكلب، يبقى القلب هو الذي يقطع. أقول الثلاثة ثابت أن يقطع، أما المرأة فالمرور، وهذه نائمة، المسألة على المرور، مفهوم؟ وأما الحمار سترة الإمام، سترة للمأموم، يبقى انتهى حتى الإشكالات بيه ما فيه، يبقى الثلاثة على ما هو عليه. الفوائد المستنبطة من ذلك، أنا قلت الفائدة الأولى صح؟ نعم. الفائدة الثانية الرد على المعتزلة. الجنة ما زالت، الجنة الآن موجودة، ساعة رحمة الله، عمل يسير يضمن لك الجنة، بل تتفتح لك أبواب الجنة، لكن إن وظبت، وهذه لا تكون إلا لمن وفقه الله جل في علاه. يبقى زيادة اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين. هذا الحديث يعني قد رواه الترمذي، وبعض العلماء ضعف هذه الزيادة، وإن كنت أدين الله بحسنها، بعض العلماء ضعف هذه الزيادة، وجعلني من التوابين والمتطهرين. وجاءت جعلني من التوابين والمتطهرين، أراد أنني قد تطهرت ظاهرا، اللهم طهر قلبي باطنا. وهذا هو أهم شيء في مسألة الوضوء.
اخويا الاستاذ مصطفى قال لي يا شيخنا العلماء يجيزون اخذ الاجره على التعليم، وهل انا قلت خلاف ذلك؟ وهل حجرت واسعا؟ قلت لك الجمهور يقولون بذلك، وانا ادين الله بقول من قال انه لا يجوز الا الارتزاق. هي ثلاث اقوال، قول قال بالمنع مطلقا وهم الاحناف ومتاخروا الاحناف من اجل الواقع غيروا الفتوى، وقوم قالوا بالجواز كالجمهور، وقوم توسطوا في ذلك وقالوا نفرق بين الارتزاق وبين ايش؟ وبين الأجرة المعلومة التي اشترطها المحفظ، وأنا أدين الله بأنه ليس له إلا الارتزاق. أوتي بعشرة آلاف من أحد من غير ما اشترط وأتكلم، الحمد لله. أوتي بكفايته يبقى ما يزيد عن الكفاية ولا يسأل الناس فوق الكفاية. هذا هو. رضي الله عنه. أجبتك الآن أستاذ مصطفى. أسأل الله أن يكون ذلك إخلاص الوجه لله الكريم، فما كان لله دام اتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.